الاحتفال للمولد النبوي الشريف في ساحة سيدنا الحسين، ومن سنتين أو مولدين الاحتفالات اتلغت، لكن المصريين حريصين على الاحتفال رغم ذلك. واحنا في طريقنا للاحتفال قابلنا عم علاء بياع جوز الهند في شارع الحسين، حب العزيز وجوز الهند، فيتامينات، اكسير الحياة. علاء يعرفنا عليهم، اتكلمنا عنهم، يعني ورينا طريقة التقشير طريقة معينة. يا عم علاء تعمل ايه بقى دلوقتي؟ دلوقتي بكسر انا جوز هند عشان اطلع جوز هند. اه يا سيدنا الحسين، انت شغال الشغلانه دي من امتى بقى يا عم علاء؟ بقى لي 20 سنه. 20 سنه؟ ووالدي بقى له 60 سنه شغال فيها. انت بتجيب الحاجه دي منين؟ وايه حب العزيز ده؟ اوعى حب العزيز ده بيجي من رشيد. من رشيد؟ اه. كمان ليها طريقه معينه تفتحها بيها، انت عارف العلامه دي ازاي بقى؟ ايه؟ العلامة ديت احنا بنعلمها، ها؟ تبقى حافظها. اه. ده جوز هند اهو. يا سيدنا ايه فايدة الجوز الهند والثمرة نفسها والناس مين زباينك؟ زباين كتير، العرب بيجي ياخدوا مننا، بيشربوا حبة المية الجوز هند ويسيبوا لنا الجوز هند ويمشوا. بتغسل الكبد والكلى ديت، دي رباني ديت. رباني. بالنسبة للحب العزيز بقى. ده بينشط الدورة الدموية. اه. ومفيد للبشرة. بيتحط في ميه ويتحطش في ميه، طريقه تغسيله؟ لا، ده بيتغسل ويتحط يتنقع في ميه. يتنقع في ميه؟ اه، يومين كده وبنحط احنا نعرضه للبيع. بيجي لنا من رشيد شويله هناك، من رشيد. آه. يبعت لنا تجار. والجوز الهند؟ الجوز الهند ده بيجي من بره، من طليان والسنغال ومن الهند. مين زباينك بقى ومين اكتر ناس بتشتري وتحبه؟ العرب بيجي يشربوا الميه. اه. اه؟ والمصريين بيجي يشتروا مننا جوز هند. بنقطع قطع، بنبيع قطع احنا. اه. بنبيع قطع بالقطعة. بالقطعة. اه، اللي عايز سليم اللي. بنقطع كده قطعة ونسيبه. اه. القطعة بقد ايه بقى؟ عشان الناس تشتري. هنقطع على قد ايه؟ ب 3 جنيه. عشان الكل يشتري. ب 3 جنيه. خلي الغلابة تاكل. بجنيه. ببلاش يابا. الغلابة تاكل. خليهم ياكلوا يا عم. وحب العزيز بقى بتجيبه منين؟ بنجيبه من رشيد. يعني انت اللي معاه بياكل واللي معهوش بياكل. اه، كله بيعدي بالسلة. عرب، مصر، اجانب، كله بيعدي بالسله. انت وشك حلو كده وبيضحك. حبيبي حبيبي. جوز الهند بقى بتكشره بطريقه معينه، كان مين اللي علمك ومين بدأك؟ والدي. والدي. والدك ايه؟ والدي هو اللي علمنا الشغلانه ديت، بقى له 60 سنه في الجوز الهند ده. انت بتحبها وبتشتغلها من امتى؟ وقفتك في الشارع علمتك ايه عموما؟ علمتنا محبه الناس وحب الناس. حب الناس ومحبه الناس. هو ده اللي وقف في الشارع نوزع. اه، ما ناس حلوه، بنشوف ناس حلوه. طب احنا في المولد. مولد الحسين كله بركه، كله بركه. مولد الحسين خيرات جايه من اخر الدنيا. الناس بتحب تيجي، الناس بتيجي. اه، ويعدوا علينا هنا. اه. ويعدوا بيشتروا مننا. ها. آه. ونشوفهم ويقولوا لنا كل سنه وانتم طيبين. الزبوني بيجي لك كل سنه بعينه يسلم عليك ولازم العرب. العرب العرب في شهر 7 بينزلوا بيعدوا علينا لغايه 9، يجي يشربوا العصير بتاع جوز هند بس. اه، بيغسل الكبد دوت. آه. رباني.